مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة، ونحن أمام مبنى القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة، حيث يقف مجموعة من المهاجرين المغاربة الذين ظلوا عالقين بالمغرب منذ بداية جائحة كورونا. المهاجرون المغاربة يطالبون بعودتهم إلى بلاد المهجر، ويطالبون من الحكومة والقنصلية الإسبانية بإيجاد حل في أسرع وقت للعودة إلى ديار المهجر. هذا معنا أحد المحتجين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أحمد الله عليكم، مرحبا بكم معنا. هيا هذه المنطقة القنصلية الإسبانية كنمشيو للعمالة، هذا كي سقطنا عند هذا، ما خرجنا حتى ماشي، ما عطاونا حتى شي حال. دابا حنا مسيرين هنايا، عدد ديالنا في الأحياء المغرب كامل، كاين الناس اللي جاو من الدار البيضاء من كل مدن مسيرين هنايا. فإذا به البارح كنفنطو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الدكتور سعد الدين العثماني، هاي خرجنا بشي قرار، فإذا به كيفاجأنا، قال لك لا، حنا كنتسناو، حنا كنشوفو، حنا كنتحاوروا، والناس مسيبة هنايا، كاين الناس اللي خلاو ولادهم، كاين الناس اللي خلاو الخدمة ديالهم ضاعوا فيها، كاين الناس اللي الحساب ديالهم ديال 10 سنين 15 عام 20 عام ديال الحساب ديالهم ضاعوا فيها، وحنا بقينا مسيبين هنايا. كنمشيو عند العمالة كنشفتو عند الاسبانيول، القنصلية الاسبانيول، كنجيو عند الاسبانيول كيشدو علينا السراجم، كيهبطو علينا الريدوس، بقينا مسيبين هنايا، ما تقول لهم كيمنعونا حتى من التصوير، ما دير والو، ما دير حتى شي حاجة. شحال بيكم تقريبا الجالية لهنا اللي في طنجة اللي باقيكم ترجعوا؟ اللي عارف أنايا، اللي عارف أنا رسمية 9600، هذه اللي عارف أنا اللي مزمة 9600 هي كاينة، اللي باقا حاصرة في طنجة، هذه مدينة طنجة، هادو علي مدينة طنجة كاينة في أصيلة في تيطر، ما كيقدروش يجيو. يعني في الشمال ما كيقدروش يجيو، يعني عندهم يعني ما كيخلوش من مدينة من السفر، هادو محصورين، ولكن مشاركين معنا في الجروب إلا كانت شي حاجة ما كيعرفوها. طبعا أنت وليدات معاك يبقاو هنا ولا تما في إسبانيا؟ أربعة في إسبانيا، أولاد ديالي تمايا وأنا بوحدي هنايا، والدراري صغارين دائما كاين اللي كيتصحوا كيتصلوا بيا في الليل، كيتصلوا بيا في كل وقت. وحنا كنطلبوا من جلالة الملك هو اللي يحل هذا المشكل، هذا جلالة الملك كنطلبوا منه الله ينصره، هو اللي يحل هذا المشكل، هذا هادشي اللي كانوا. شكرا. اذا كذلك معنا مهاجرة اخرى هي بقات عالقة في طنجة، تفضل. لا شنو المطالب ديالكم امام القنصلية؟ مطالب ديالنا نخرجوا من المغرب، عندنا خدمة ديالنا، عندنا والدينا، عندنا ولادنا صغار كيتواصلوا معنا من اسبانيا، الاولاد خصهم يقراوا، خصهم بزاف الحاجات، ما كاين حتى شي، ما عندنا حتى شي تواصل، كنشوف حالنا دابا ما حدود يديش واحد نقدر يعمل معنا شي حاجه شي حل، عينا ما نجيو سيمانه وحنا اللي كنجيو باب القنصليه، مشينا للولايه، حتى واحد ما كيهضر معنا، حتى واحد ما كيعطينا وقت. دابا كنطالبوا الناس مراد، الناس الجنسيه، الناس بدون جنسيه، كلشي خصنا نخرجوا، ما خصناش غير طياره، خصنا طياره، خصنا باطو. كاينين الناس اللي عندهم طوموبيلات ديالهم خصهم يخرجوا الطوموبيلات، انا وحده من اللي جيت بالطوموبيل، ما عنديش مشكل نخلي نمشي، واخا نمشي في الطياره ولا نمشي في الباط ولا فاش ما كان ضروري خصنا نمشيو. الوالده عندي مريضه، شحال وحنا هنايا ما عندنا ما تخلص، هذا بانتوما هنا منذ بدايه انا على الاقل انا جيت 7 في مارس، 7 في مارس حنا 8 اشخاص في الدار اللي خصنا نمشيو. مرات خاي جات حامله في الاخر، ولدت هنايا مسكينه، ولدت هنا، ولدت هنايا، كان خصها تمشي تولد عندها الجنسيه الاسبانيه، عندنا كل شيء، عندنا الجنسيات كاملين بينا بالجنسيه. انا جبت بعض الباسبورات كاملين بينا هنايا حاصلين، عندي الوراق الطوموبيل، جينا بالطوموبيل ما قادرين شي نخرجوا، ما عندنا حتى شي مدخل هنايا، ماشي زعما كنطالبوا شي حاجه ولا المعاونه ولا هذه، خصنا نخرجوا بحالنا، هادشي اللي كنطالبوا صافي، لا بالجنسيه ولا بدون جنسيه، كلشي خصو يخرج من هنايا. الله يرحم الوالدين، يسمعوا صوتنا، يشوفوا من حالنا، حيت حنايا هنايا معذبين بزاف. الله يرحم والديكم، شكرا. اذا معنا كذلك مهاجر مقيم في اسبانيا، تفضل. شنو المطالب ديالكم دابا هنايا؟ بغينا نوصلوا واحد رساله لجميع المسؤولين. كنا كننتظروا من رئيس الحكومه البارح كان يتكلم علينا، ولكن شفنا حنايا ما تكلمش علينا، تكلم على الجاليه اللي هي بقات حاصله في اوروبا، ولكن على الجاليه اللي هي حاصله في المغرب راه ما تكلمش عليها. كنا كننتظروا يتكلم علينا ولكن ما تكلمش علينا. حنايا حتى حنايا كنتضامنوا مع ذوك الناس اللي هما حاصلين في اوروبا، يجيو بحالهم الله يحسن لهم العون، ولكن ما تنساش بلي هاد الجاليه
اللي عايشه في اوروبا راه هي اللي كتستافدوا منا اكثر من الناس اللي كيخدم اللي كيدير اليوم على برا. علاش؟ لان حنايا كندخلوا العمله ماشي كنخرجوها. حنايا بالعكس كندخلوا العمله وكننميو البلاد. ولكن الناس اللي حاصلين تما الله يحسن لهم العون ما كرهناهمش حتى هما تجيبوهم. ولكن خصكم تفكروا حنايا راه الناس يعني عندكم الوصال ديالكم راه ما عندهمش المدخول. مين عيجيبوا هاد الناس هادو المدخول باش يعيشوا هنايا؟ واش فكرتي فيها هادي؟ فكرتي في هاد الناس هادو هاد الاشخاص اللي عايشين هنايا كاملين؟ راه مين عيجيبوا المصاريف؟ اي خصصتي للناس اللي عندهم الضمان الاجتماعي والناس اللي عندهم الرامي والناس اللي هذا. واش فكرتي في الناس اللي هما الاجانب الجاليه اللي هي جات من الخارج جات من هنا للمغرب؟ فكرتي فيهم؟ مين عتعيش هاد الناس هادي؟ لايش واش غنبقاو حنايا متعلقين في الوالدين ديالنا والاخوه؟ شنو جهه تسافر اسبانيا؟ مدريد برشلونه من اسبانيا. وهاد الناس هادو كاملين مساكن راه جاو لنا هنايا. انا جيت على 3 ايام، السيده جات معايا على 3 ايام، كاين الناس اللي جاو على 24 ساعه. ما علمتوناش حتى العلامه باش تقولوا لنا اودي راه نهار الفلاني راه غنشدوا الحدود. شديتوا علينا بحال اللي كان واحد المحل فاتح وقال لك اسيدي انا ساليت غنشد الباب لان انا الساعه ديالي تسالت ديال الخدمه. واش هيدا كتكون؟ ما كتكونش هيدا. اول حاجه بغيتوا تشدوا الحدود كنعلموا الجاليه اللي كاينه في الخارج والجاليه اللي كاينه هنايا مقيمه في الخارج. كنحطوا اعلام في التلفاز، الحمد لله الاعلام موجود. موجود الاعلام باش كان هذاك كما خليتونا ندخلوا. علاش ما عطيتوناش؟ ما عملتوش واحد الاعلام في المطارات؟ اودي راه اليوم 12 او 13 شهر راه غنشدوا الحدود مع اسبانيا او مع الدول الاخرين، ولكن انتم خليتونا ندخلوا وحبستونا هنايا وحنايا العمل ديالنا على برا وكنصيفطوا المصاريف من العائله ديالنا وولادنا. ودابا كيفاش غنصرف انا على جوج د الناس؟ كاين الناس اللي خدامين ليهن، دابا كخصها تصرف هنايا وتصرف ليهن ماين. إذا مطالب ديالكم هما خصكم تلصحكم بأرض المهجر، سامحتوا في وليداتكم والأسر ديالكم. وليداتنا عندي وليداتي صغار والمسؤولية عندكم تما. أكثرية الناس اللي سامحين في ولادها صغارين. كاين السيدة اللي مسكينة خلات وليداتها عام مع أختها، بصدات أختها كتقول لا أنا ما نقدرش نشدهم. لا أديهم. واش هادشي هذا معقول اللي عاد طيحونا في هادشي هذا؟ ما يمكنش هادشي هذا ماشي معقول. إذا شكرا. كنطلبوا من السي العثماني وجلالة الملك الله جزاه الله عنا كل خير يشوفوا في هاد الناس هادو. راه حنايا ما بقيناش قادرين، صافي تسالى لنا الصبر. مين غنجيبوا حنايا المال باش نعيشوا هنايا ونصرفوا على وليداتنا اللي هان؟ الشغل ديالنا الناس المسؤولين كيتصلوا بنا كيقول لك فوقاش عاد تجي أولا صافي نخرجك من الخدمه. واش تبغي لي الضرر؟ حتى واحد ما يبغي الضرر نخاه المسلم. وإذا خصكم تشوفوا لنا الحل في أقرب وقت الله يجزيكم بخير. شكرا. إذا معنا آخر مهاجر هو معالق هنا في طنجة. السلام عليكم. شحال أنتم كتحتاجوا على أمام القنصلية؟ دابا نهار الاثنين زرنا الاثنين، أنا نهار الاثنين بديت مع جروب كنجيو كنحتاجوا واحد الماتخل ديال القنصلية، ونهار الأربعاء مشينا للولاية وقيدنا واحد الليستة ولكن ما شفنا حتى شي حاجة. حنا عينا ما كنتسناو دابا 3 شهور وحنا هنا في المغرب ما عرفش شنو نعملوا. كنجيو للقنصليه كيقول لك المشكل ديال الحكومه المغربيه كنمشيو للولايه كيقول لك المشكل في القنصليه. وزير الخارجيه اللي مكلف يدافع علينا حنا كجاليه مغربيه مقيمه في اوروبا ما كاينش الحس ديالو مره، ما عرفناش واش حنا بشر ولا كيف كيحسبونا. ولهذا حنا كنطالبوا جلاله الملك يتدخل باش لان المشكل راه كبير والدار كيكون استقصال الفكره 3 شهور ما خلصش. تسمى في اسبانيا فايق مدريد. ولهذا حنا كنشوفو نهضرو نطالبو وزير الخارجيه يعمل شي قرار يخرجو لنا بحال هنا، يعملوا باركو ولا جوج باركو سيدي. انا جيت بالطونوبيل دابا انا حاصل 3 شهور وانا حاصل هنا بالخدمه، كيتصلوا بيا كيقولوا اذا ما جيتيش راه غادي يجريو عليك، وما عرفناش شنو هو الحل. شكرا. اذا بسم الله على ان الصوت ديالكم يتوصل للمسؤولين ان شاء الله. نشوفكم شي حال ترتاحوا بارض المهجر وعند الاسر ديالكم. مشاهدينا من امام مبنى القنصليه الاسبانيه بطنجة، شكرا على تتبعكم هذا المباشر. الى مباشر قادم.